احمد البدري. دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء، ناخد منه ما نستطيع من معلومات. دكتور محمد مساء الخير. محمود بيه مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. وانت طيب يا فندم. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور محمد، الكهرباء بتتقطع في بعض الاماكن بسبع ساعات، الكلام ده صحيح؟ هو طبعا محمود بيه كلنا يمكن تابعنا انه اليومين اللي فاتوا كانوا بالفعل يومين صعبين شويه، لان احنا كنا بنتكلم عن محدوديه موارد، عن محدوديه في الوقود، طيب. عن محطات في درجات الحراره ممكن تتاثر سلبا في ادائها او تخرج من الخدمه، لكن الحقيقه تزامن ده، وعشان احنا صرحنا في بالفضائيات الحقيقه انه تزامن ده اول امس خرجت محطه الكريمات لعطل فني. ده افقد الشبكه 1250 ميجا، فطبعا الناس عندها حق، بالفعل كان الامر غير طبيعي. حضرتك كمان ذكرت في المقدمه انه وصلت الاحمال في 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 ارقام غير مسبوقه ل 27000 ميجا، وصلت اختفاءات الى 4600 ميجا اول امبارح. الحقيقه امبارح يعني النهارده كان اول امبارح، لانه امبارح الرقم قل شويه مع انكسار درجه الحراره وعوده محطه الكريمات، فاصبح التخفيف 3975 ميجا. لكن بنقول برضو كلنا متابعين انه قد ايه قطاع الكهرباء كان بيعاني، بقالنا قرابه 3 شهور الحقيقه بنعاني من الهجمات الإرهابية والتخريبية على منشآتنا الكهربية، وخاصة أبراج الجهد الفائق والجهد العالي. بنقول إنه إن شاء الله بإذن الله، هل يا ترى الأمر هيزداد سوء ولا تحسن؟ إن شاء الله بإذن الله في غضون في نهاية هذا الشهر عندنا قدرات إضافية هنضيفها. إحنا كنا وعدنا بقدرات قبل كده دخلت بالفعل من محطة بنا ومحطة شمال الجيزة. عندنا إن شاء الله العين السخنة 650 ميجا محمود بيه في نهاية هذا الشهر. كويس. إن شاء الله. العين السخنة هتشتغل نهاية الشهر ده. إن شاء الله يا فندم. عندنا هتعمل إن شاء الله 650 ميجا من محطة العين السخنة. كويس. ولسه باقي لنا 250 وحده برضو موجوده في محطه بنها، وعندنا برضو قرابه 750 ميجا في محطه شمال الجيزه تباعا، مش يعني بنتكلم في 1700 وشويه. اضيف على حضرتك ان احنا الجو هيتحسن. كان عندنا اجتماعات مع وزاره البترول في الايام اللي فاتت، ان شاء الله برضو وزاره البترول طبعا بتدينا من الموجود من المنتج المحلي، لكن برضو وجدنا ان الظروف اللي احنا فيها تستدعي بالفعل استيراد من الخارج، ان شاء الله كميات اضافيه من الغاز هتوصل. وبعدين سيادتك كدكتور محمد، انه ان شاء الله لاخر اغسطس ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييك، انه هيبقى الجو احسن، هيبقى استخدام التكييفات اقل، هيبقى الضغط على الاجهزه اقل شويه. انكسار درجة الحرارة الحقيقة له طبعا هيفرق يعني. ان شاء الله بالضبط كده. دكتور محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. بص شوف، هي مشكلة وناس تصرخ تقول لك في انوار في الطريق منورة بالنهار، وفي سرقة كهرباء، وفي فوضى حصلة، وفي محلات بتنور زيادة قوي، وفي بتاع مش عارف، يعني الحكاية يعني عميقة شوية، يعني الحكاية داخلة في ثقافة الناس ويعني تعامل الناس مع الحكاية دي، فده عايز وقت يعني، لازم هو كده هنعمل ايه بقى؟ خلاص يعني لازم نستحمل ونتعامل مع الوضع الجديد على هذا الوضع لغاية ما نشوف ايه اللي ممكن يحصل. هم بيقولوا بيعملوا حاجات جديدة وبيعملوها، يعني السخنة هتعمل 700، وفي حاجة في بنا هتعمل 250، وفي حاجة تانية هتعمل 700 ميجا وات، يعني بنتكلم في 1700 أو 1800 ميجا وات ممكن يكونوا داخلين الخدمة خلال مثلا شهر ولا حاجة، ممكن يحسنوا الوضع شوية. يعني ربنا مع الجميع، احنا بنبقى قاعدين يعني بنقرأ كده، يعني ممكن حاجاتنا تتأجل، احنا العواجيز يعني بنقعد نقرا كتاب بتاع حاجة زي كده، انما في حاجات حيوية، في مستشفيات، في مناسبات، في مذاكرات، في حاجات كده يوكا كده مش كويس، كده مش كويس. على رأي يسرى في سرايا عابدين، كده مش كويس. طيب هناخد مين معانا من السادة المشاهدين هيخشوا معانا نتكلم؟ معانا السيد حمدين صباحي بعد دقائق. السيد حمدين صباحي الرجل المحب العاشق لوطنه
الذي اختار أن يكون مناضلا دائما من أجل هذا الوطن. هيكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل. الأستاذ حسن من إسكندرية. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ حسن. كل سنة وحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا محمود بيه. اتفضل. بس حضرتك اسمح لي دقيقتين بعد إذنك. أوي. بص حضرتك في فرق بين مشروع الفرق بين مشروع حفر القناة والمشروع تنمية القناة. تمام. حفر القناة ده إنجاز تاني لوحده مستقل بذاته تماما, بحيث إن هو هيخلي القناة توي خطوة حضرتك, وهو هيبقى بعمق ميبي من 40 ل 45 متر العمق. تمام. حضرتك كنت متخيل إن هو العمق 37, لا ده الطول بتاعها 37 خطوة حضرتك. لا أنا ما قلتش العمق 37, أنا قلت ده عدد الكيلومترات المسافة المساحة. أيوة بالظبط. بالظبط كده. تمام. أما بالنسبة للمشروع بتاع التنمية بقى ده ده اللي هو المكمل, وده ان شاء الله باذن الله هيكون العائد الجميل جدا, لان هو ده اللي هيبقى فيه شغل. طب هل انت يا استاذ حسن حاسس ان مصر بتبدا ايام جديده محتاجه ان احنا على فكره انا هقول لحضرتك حاجه. نعم. انا من ايام ثوره 25 و30 من انا بشتغل في شغل في البحر عموما يعني. طيب. ومن الناس اللي هي اتضرت في الاربع سنين دول جدا. طيب. وبعتبر ان دي زحليه انزلت فيها, ولكن طيب. القدر ان ربنا سبحانه وتعالى كرمه بظاهره اسمها السيسي. كويس. السيسي ده ليس جمال عبد الناصر وليس السادات. طيب. ده راجل محترم, ده محمد علي القرن الجديد ان شاء الله باذن الله, لان راجل بيكلمنا من القلب وبيتكلم كلام لوجيك كله منطق خطوة حضرتك وواصلنا للقلب. تمام. واللي بيتعمل ده انجاز رهيب ان شاء الله باذن الله هيكون مردوده علينا يا رب جميعا, هيبقى يعني حاجه ابهار. انت حضرتك متخيل ان مشاريع التنميه اللي هتبقى على الضفتين وتصنيع المواد الخام, احنا عندنا تمام. مواد خام كتير خطوة حضرتك, وطبعا يتخللها هيبقى في ورش لاصلاح السفن, وعند حضرتك صناعه حاويات, وعند حضرتك تجميع سيارات ومواد خام ويعني وغاز وملح. ده عمليه يا رب يا حسن. يا رب يا حسن يلا ان شاء الله نسمع يعني يسمع من بقك ربنا سبحانه وتعالى والاحوال تتحسن. انت في التاريخ بتطلق اسم وتقول عظيم 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 هو, بس في شغله كان في مشاكل كتيره جدا. اوعى تفتكر ان محمد علي لما بنى الجيش والاسطول وحارب وعمل وسوى ما اذاش الشعب واذى الناس, في مشاكل كتير. اقرا تاريخ محمد علي. لكن احنا عايزين من محمد علي ايه بقى اللي عند محمد علي فعلا ونحب انه يكون موجود في الرئيس السيسي؟ الفكره مش الاداء, الاداء عايز يتغير, انما الفكره عظيمه. يعني فكرة عظيمة, يعني فكرة أفكار محمد علي كانت رائعة. محمد من الدقهلية. أستاذ محمد مساء الخير. أستاذ محمد من الدقهلية. السلام عليكم يا أخي. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا أستاذ محمد. لعلك بخير يا أستاذ محمود. الحمد لله بنعمة وفضل. ربنا يخليك يا فندم. والله يا أستاذ محمود أنا يعني سعيد جدا بموضوع قناة السويس دوت, وبطلب منك طلب كده, أنت وكل الإعلاميين انت شايف طبعا وكده حاسس ولامس الشارع المصري في بعض اليأس, فعايز بس انت والاعلاميين ننشط الحالة دي, ندي طيب. الناس ثقة في البلد, لان طيب. الصراحة انت شايف الوضع العام بالناس بتكلم في المواصلات. طب قول لي يا محمد اتفضل عشان انا اقول للناس هوبا يلا قوموا, ايه اللي نشطهم؟ يعني ايه الدوافع اللي تخليك انت كمحمد تتغير وتحس ان احنا بنتغير وتحس ان احنا بنبدأ ايام جديدة؟ ايه اللي يخليك تعمل كده؟ مفيش محمد. اللي يخليني اعمل كده, اتفضل يا محمد. اللي يخليني اعمل كده ان انا شايف البلد ماشيه في الطريق الصح. طيب. يعني مشروع قناه السويس دوت كويس. مشروع قناه السويس وايه كمان؟ ومشروع المليون فدان اللي السيسي صادق اشاد بيه. ايه؟ مشروع مليون فدان اللي السيسي اشاد بيه. طيب. وكميه الطرق اللي شغالين فيها دلوقتي, فانا طيب. شايف البلد ماشيه على الطريق الصحيح. طيب. طيب يا محمد شكرا. استاذ محمد من الدقهلية, ما احنا هننفض من عندنا اليأس, ما فيش يأس, واللي معترض يستنى شوية, واللي مش عاجبه حاجة
يهبط. انا في حاجات مش عاجباني وانت في حاجات مش عاجبك وده مش عاجبك. معلش بقى استنى شويه، احنا بنزق المركب بنزق نقوم نقوم. احنا طالعين مطلع صعب، طالعين مطلع صعب، عايزين زقه جامده. يعني تعالوا نعمل الزقه دي مع الاستاذ حمدين صباحي احد رموز هذا الوطن المهمين بعد الفاصل.